في محاولة أوروبية جديدة، صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية إنريكي مورا سيزور إيران يوم الثلاثاء المقبل. في وقت كثرت فيه أحاديث بشأن احتمالية عدم العودة لاتفاق 2015 المتعلق بالنووي الإيراني، الاتحاد الأوروبي يسعى في محاولة أخيرة لكسر جمود المحادثات التي توقفت في آذار الماضي، فتصريحات من الجانبين الأمريكي والإيراني تشير لتغير في المواقف لتتجه أكثر فأكثر نحو النظر لبدائل عن الاتفاق النووي. فوفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية سيزور طهران الثلاثاء المقبل، حيث يقول الاتحاد بأن هذه هي المحاولة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الغربية، مؤكداً أن المفاوضين لن يمنحوا طهران مهلة جديدة. وكانت المحادثات قد توقفت بعد تمسك طهران بمطلب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، إلا أن الطرح الآن يحوم حول رفع اسم الحرس الثوري من القائمة على إبقاء كيانات تابعة له في القائمة وفق اقتراحات الاتحاد الأوروبي. ومن الجانب الأمريكي، فالمشاورات مع إسرائيل أفضت للتخطيط لكيفية الضغط على طهران بدون دفعها لتصعيد برنامجها النووي. أما من الجانب الإيراني، فطهران مستمرة باستفزاز واشنطن عقب تصريحها بأنها تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل. ويرى مراقبون أن طهران باتت تستسيغ فكرة التخلي عن محادثات فيينا بعد تركيزها على المحادثات الإقليمية، والتي من أبرزها المحادثات الإيرانية السعودية باستضافة بغداد، والتي في حال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيكون تأثيرها كبيراً في التوازنات بالمنطقة. إذن حول هذا الملف ينضم إلينا من سيدني المتخصص بالشأن الإيراني أحمد الياسري. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. إذن بالعودة إلى ملف إعادة إحياء هذه المفاوضات، خاصة المتعلقة بالمفاوضات النووية، اليوم هناك زيارة منتظرة من منسق الاتحاد الأوروبي إلى طهران يوم الثلاثاء في محاولة أخيرة، برأيك ما مدى فعالية هذه الزيارة وماذا من الممكن أن ينتج عنها؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا هي استكمال للمحاولات الأوروبية الأخيرة بإنقاذ ما يمكن إنقاذ من الاتفاق، إضافة إلى مناقشة الشق المتعلق بحضور منظمة أو وكالة الطاقة الدولية بالإشراف على بعض المواقع، هذا أمر خارج يعني بعض أشكاله خارج نطاق الاتفاق أصلا، يعني هذا أمر دور يعني يتم بين إيران والوكالة الدولية أيضا. ولكن العالم منشغل حقيقة بفكرة يعني هل سيتم إنقاذ هذا الاتفاق أو سوف لن يتم إنقاذه، رغم أنه يعني البوصلة العالمية متجهة للحرب الروسية الأوكرانية، وهي ما يجعل الضغط أكبر على المتفاوضين في فيينا، لأن عدم الاتفاق قد يعني النزاع اللغة الحالية الموجودة بالعالم. لذلك هذه كلها ضوابط أعتقد على كل الأطراف، ولكن إذا استجابت إيران لبعض المواضيع الفنية المتعلقة بالسياقات الأمنية داخل منظومة الاتفاق، أنا أعتقد ممكن أن يصل الأطراف يعني إلى توقيع بعد تعديل الموقف الروسي الأخير، وبخلافه فستكون محاولة يعني أشبه بالمحاولات الثمان التي أنتجتها الجولات الثمان الأولى، ليس لها معنى وسنعود إلى مربع ترامب. نعم. إذن هل من دلالة لاختيار هذا التوقيت أو لربما من ارتباط بما يحدث عالميا، خاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي هنا؟ المحاولات كما تفضلت بالذكر هي ما تزال مستمرة، ولكنها تعود للحياة مرة أخرى في محاولات أخيرة. أنا أعتقد يعني الأوروبيون والأمريكان يحاولون أن ينظمون موضوعة الاتفاق ضمن نسق
التحالف لمواجهة يعني الصراع مع روسيا، ناتو وروسيا، ولكن أمريكا تجد جزءا آخرا يرتبط بها اللي هو يعني الحلفاء في الشرق الأوسط. عملية الاتفاق دون إعطاء ضمانات من الإيرانيين إلى الفرقاء في المنطقة، الأمر قد يعقد مشهد الحرب الروسية الأوكرانية مع يعني طرفين روسيا والناتو أكثر في مجال الطاقة على سبيل المثال، لأن هذه الدول المحيطة بإيران هي في الغالب يعني تشكل مصادر الطاقة الرئيسية والبديلة على حد سواء، خصوصا بموضوع الغاز. إذا ما عرفنا أنه إيران وقطر من الدول الخمس المنتجة للغاز في أزمة الغاز التي تتعرض لها أوروبا، وتعثر يعني سيرورة الاستكشافات لغاز الشرق المتوسط على سبيل لأنه يحتاج وقت هذا الموضوع. نعم. فهذا الأمر أيضا يلقي بظلالة على موضوع التوقيتات. أيضا التوقيتات مهمة جدا في هذا المشهد، لأنه قد يعطي أدفانتج لقوة على حساب قوة أخرى. لذلك أنا أجد بايدن تحرك ثلاثية، القاعدة الأولى هي قاعدة التفاعل داخل الأمريكي، القاعدة الثانية قاعدة ضبط الحلفاء في محاربة روسيا، والقاعدة الثالثة هي أيضا محاصرة إيران وتأمين الحلفاء في الشرق الأوسط. وهذه ثلاث قواعد حقيقة صعب جدا ضبطها، يعني كمن يمسك ثلاث تفاحات في يد واحدة. الأمر يحتاج يعني يبدو أنه معقدا، ولكن وجود أبواب للانفراد ممكن أن تكون موجودة، يعني الأمر ليس مغلقا. ولذلك أنا عبرت قلت الموقف الإيراني ممكن أن يمهد أو يغلق الباب في وجه بايدن. نعم. إذن من أجل الوصول إلى هذه المحاور الثلاثة التي ذكرتها سيد أحمد، لابد أن يكون هناك تنازلات من الجانب الآخر، فهل قد نشهد ذلك خاصة من الجانب الأمريكي، علما أن المحادثات الأخيرة قد توقفت بعد تمسك طهران بمطلب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وكان هذا شرطا أساسيا ضمن هذه المحادثات الأخيرة؟ أنا أعتقد أنه يعني الضوابط الإيرانية بدأت يعني يعلو سقفها حقيقة، خصوصا بعد الحرب الأوكرانية الروسية. يعني احتياج العالم للطاقة أعطى إيران يعني أريحية بفرض شروط التفاوض، ولذلك تجد نفسها غير ملزمة بالتنازل عن بعض الشروط الفنية إن صح التعبير. الموضوع إزالة البسيج أو قائد البسيج التي ركز عليها الوفد الإيراني، وهم وفد محافظ. يعني أنا أعتقد لو كانت هذه الجولة في عهد الإصلاحيين لحصل انفراج مباشر، ممكن كان عدنا الآن ممكن في هذا التوقيت كنا أنا وحضرتك نتحدث بما بعد العودة للاتفاق. ولكن الحقيقة صعب جدا أن تقنع إدارة محافظة تعتمد على الحرس الثوري كأداة لديمومتها وسيطرتها في الداخل والخارج الإيراني، لأن الأمن القومي الإيراني هو مرتبط بالأمن القومي الخارجي. يعني المحافظون هم أكثر الإدارات الإيرانية التي تخلق وشيجة تربط الأمن الداخلي بالخارجي، ولذلك صعب جدا إزالة الحرس الثوري. يعني تعتبر هذه أولوية، ولكن في عهد روحاني ليست أولوية. روحاني في عهده أجرى اتفاقات مع شركات صينية على حساب شركات الحرس الثوري، ويعني خاتم الانبياء مثلا. فهذا انطباع يعطي انطباع تمسك الاداره، يعني محاوله تمرير اداره رئيس المحافظه ان تستغل التفاوض حول الاتفاق له لتثبيت حضور الحرس الثوري في الداخل والخارج حتى تضمن استراتيجيه البقاء والتمدد بالمنطقه. فهذه مهمه جدا. ايضا تستخدم او تستثمر نهضه العوده الى الاتفاق انه في هذا الاطار، وهذا قد يعقد المشهد. لذلك انا اتصور، يعني ممكن ان اطرح تصور في هذه المداخله، نعم، انه قد يتفق الطرفان على ازاحه المؤسسات الاقتصاديه المرتبطه بالحرس الثوري من موضوع العقوبات، على ان يعني تبقي امريكا على الجوانب العسكريه، الاطراف العسكريه من الحرس الثوري، والأوروبيون قد يرفعون الطرفين. يعني ممكن أن يحصل على هذا السيناريو، نعم، ولكن حتى يضمن التوازن بين إسرائيل ومنظومة الحلفاء الأمريكيين في المنطقة وإيران من جهة أخرى، حتى يتم
العودة الثالثة للاتفاق. ممكن أن يحصل هذا السيناريو، ولكن كل الاحتمالات واردة، يعني لا يستطيع أي محلل أن يثبت أو ينفي ماذا بالتأكيد. سيحصل. بالتأكيد جميع الاحتمالات واردة، ولكن إذا ما أردنا أن نستزيد من هذا التصور من جانبك سيد أحمد، وتبعا لهذا التصور إذا هذه الإدارة المحافظة التي قد ترى أنها ليست ملزمة بالعودة ولا ضرر واضح عليها، فما الذي قد يقنعها إلى جانب ذلك بالعودة إلى طاولة المفاوضات إلا إذا كان الأمر يتعلق فيما بهذه المنظمات العسكرية فقط؟ الإدارة المحافظة الحالية هي يعني تتفاوض من اجل التفاوض، يعني كسب مزيد من الوقت، لان هذا يعطيها يعني فائده او ادفانتج في عمليه اقتراب ايران من ان تكون دوله ذات يعني سلاح استراتيجي نووي. وهذا الامر طبعا تدفعه ايضا الحرب الاوكرانيه، بمعنى اوكرانيا عندما وقعت على معاهده بودابست وازاحت اكثر من 1900 راس نووي، ها هي تتعرض للغزو. ولذلك هذه الفكرة يعني تتمركز الآن في المخيلة السياسية الإيرانية بأن حل السلاح النووي قد يجعل إيران عرضة لأي استهداف، فهذا أمر يكسبها الوقت في مرحلة التفاوض، يعطي إيران وقت أكثر حتى تقترب أيضا. وكلما اقتربت من تخصيب، زيادة التخصيب أو إنتاج رأس نووي، هي تفرض شروطها التفاوضية أكثر. يعني الغرب المفاوض الإيراني أنا بحسب وجهة نظري هو أذكى من المفاوض الغربي في هذه اللحظة، ممكن أن ينقلب الموضوع، ولكن أنا أجد أن الإيرانيين يفاوضون ويصعدون وهم يثبون بكل الاتجاهات، ولكن ما يجعلهم يغيرون استراتيجيتهم هو عمليات الضغط الداخلي الحقيقة وانهيار العملة والعقوبات الاقتصادية الحادة التي لم يرفعها بايدن حتى هذه اللحظة. هذه هي عملية الضغط التي تراهن عليها الإدارة الديمقراطية. شكرا وتحدي لك. هذه العملية تراهن عليها الإدارة الإيرانية. نعم شكرا جزيلا لك السيد أحمد الياسري المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا من سيدني. من طهران ينضم إلينا المحلل السياسي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق مصدق بور. سيد مصدق أهلا وسهلا بك. إذن سيد مصدق، الآن محاولة أخيرة من الجانب محاولة أخيرة من الجانب الأوروبي لإحياء هذه المفاوضات النووية، برأيك من الجانب الإيراني ما الذي قد يجعل الإدارة الحالية الإيرانية بالعودة إلى طاولة المفاوضات؟ نعم شكرا تحياتي لكل مشاهديكم. انا لا اعتقد يعني هذه اللقاء الدول الاخيره، يعني هم يقولون هذا الكلام ولكن في كبار يكررون هذا الكلام ويستمرون يعني مرتاحين من هذا الاتفاق. طبعا هذه زياره انا في اعتقادي يعني زياره شبه مرحب بها من قبل طهران، يعني طهران تعلم ماذا في اجنده هذا المبعوث الاوروبي، يعني بالتاكيد هو يحمل رساله من الولايات المتحده الامريكيه تقول لما فعل حضر عن الحرس الثوري لان ظروفنا الداخليه لا تسمح، ونريد يعني عندما تستقبل هذا المبعوث الاوروبي على نظر يعني بعض الاسراء من كبير المسؤولين الاوروبيين جوزيف بويل، ايران هي وافقت يعني على استقباله فقط لكي تعرف يعني ماذا يريد ان يقول هذا المبعوث، لان يعني الجانب الاوروبي هو الخاسر الاول يعني اذا لم يعقد الاتفاق وسيبقى محروما من الاستثمار في ايران والتجاره مع ايران. اعتقد يعني حتى المبادره الامريكيه التي ربما تستنقل الى طهران عبر هذا الوسيط الاوروبي هي ربما تتضمن حل هو الاتفاق الناجز، يعني برام اتفاق ناجز بين ايران والمجموعه الغربيه، يعني مجموعه 5+1 يقتصر فقط على النووي ورفع الحظر المغاير للبرنامج النووي فقط على ان يترك حسم بقيه المواضيع كالمنظومه الصاروخيه وموضوع الحرس والحظر الاخر والمستقبل والاتفاقات لاحقا. ايران طبعا لا توافق، يعني حتى لو وافقت ايران تريد يعني ان يكون هناك اتفاق صامت اتفاق قوي لا ياتي يعني رئيس جمهوري اخر ويخرج منه ثانيه. ربما ايران اذا وافقت على هذا العرض الامريكي طبعا سوف يكون يعني بشروط، يعني يجب ان تكون هناك تنظيمات امريكيه يعني على صعيد الغاء الاعتبار، يعني تنظيمات
مغرية بالجانب الإيراني. على أي حال أنا في اعتقادي إيران تراقب التطورات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وقدرة الديمقراطيين على الحصول على ولاية ثانية ونجاحهم في الانتخابات. إذا شعرت أن الوضع الداخلي ليس مصالح الديمقراطيين ربما لا تراهن يعني على أي اتفاق، وخاصة أن إيران بدأت في الآونة الأخيرة وبقوة في العمل على بدائل أخرى للتقليل من تأثيرات الحرب من خلال توجه نحو الشرق وأسواق أخرى وإيجاد حلول للتحديات المالية، فإما بمقايضة بمقايضة السلع وإما بالعملات المحلية كما لديها بدائل أخرى ما ستدعي إليها بالضغط على الجانب الغربي، منها التسريع في برنامجها النووي ورفع مستوى التخصيب ليصل إلى الشخص المخيف للغرب مع اتخاذ بعض الاجراءات الضغط على اسرائيل لانها ام الشر وهي التي تقف وراء الضغوط الداخليه على بايدن. على اي حال ان المطور لم تتوقف لحد الان، وهناك اتصالات وتبادل رسائل نصيه يعني عبر الوسطاء الاوروبيين والاقليميين، وسيزورنا قريبا امير قطر بالتاكيد انه ايضا سيحمل لدينا رساله من واشنطن. نعم، شكرا جزيلا لك السيد مصدق مصدق بور، المحلل السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية، كنت معنا من طهران.